Right, Rilla? No. Right. See how big it could turn. We're ready to eat. We got a table full of food. Wow. So we have food. It is something like Ibn Binta. Inshallah, ya Ram. You hungry? Yeah, very hungry. Alright, nice bib. You like? Yeah, it's very nice. Come on, everybody, bring everybody. Let's go, let's get started. Everybody's not here and stuff. Yeah, my mom's not here. We gotta wait for my mom and my sister. Oh, really? Yeah. Oh, too bad. Well, let me get started on the olives. Assalamu alaikum. Hi, everybody. Assalamu alaikum. Yeah. A lot of babies look alike, you know? Cause I know life won't last forever. You went so soon, so soon. You left so soon, so soon. I have to move on, cause I know it's been too long. I gotta stop the tears, keep my faith and be strong. I'll try to take it all, even though it's so hard. I see you in my dreams, but when I wake up you are gone. Gone so soon. Night and day, I still feel you are close to me. And I remember you in every prayer that I make. Every single day, may you be shaded by His mercy. But life is not the same, and it will never be the same. But I'm so thankful for every memory I share with you. Cause I know this life is not forever. You went so soon, so soon. You left so soon, so soon. I have to move on, cause I know it's been too long. I gotta stop the tears, keep my faith and be strong. I try to take it all, even though it's been long. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Oh the white moon يوم الجمعة الموافق لواحد وعشرين من شهر أربع سنة 2017 ميلادية ونحن في مسجد إبراهيم كامل عثمان رحمه الله سبحانه وتعالى افتتاحه يصلي به المسلمون من كل مكان فعلى ذلك منذ الصبيحة قام العلماء بتلاوة المصحف الشريف لأكمله وبقي قراءة دعاء ختم القرآن الكريم ليكون دعاء ووسيلة ورحمة إلى روح المرحوم إبراهيم كامل عثمان الذي تبرع ببناء هذا الصف الإسلامي الكبير لصالح أهل هذه الحارة أي ويرما فعلى ذلك يتفضل الأخ الكريم بتلاوة دعاء ختم القرآن الأخ أبو بكر دكتي فليتفضل مشهورا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر عباد الله إن من سنن الله عز وجل في كونه أن فضل بعض المخلوقات على بعض فقد فضل سبحانه بعض النبيين على بعض وفضل بني آدم على كثير ممن خلق تفضيلا وفضل سبحانه بعض الأزمان على بعض وفضل سبحانه بعض الأماكن على بعض فقد فضل المساجد على غيرها من البقاع على غيرها من البقاع والمعابد فكانت بحق أحسن البلاد وأحبها إلى رب العباد لما لها من الفضائل والمزايا التي خصصها بها غافل الذنب والخطايا بقاد نوها الله سبحانه وتعالى بأمرها وعظمها وعظم قدرها وعلى مكانتها ورفع من شأنها وأشهر اسمها
مكان جعله الله قلعة للإيمان وخصمها للفضيلة، وهو المدرسة الأولى التي يتخرج منها المسلم ويتكون فيها المؤمن. فيه تزكو أخلاقه وتطهر نفوسه وتعلو همته ويزداد إيمانه ويقينه. هو بيت الأتقياء ومكان اجتماع الأصفياء، وهو محل تشاورهم ومركز تناصرهم. فيه يتعارفون ويتآلفون وعلى الخير يتعاونون. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نفعني الله وإياكم بهذا الكتاب. اللهم إنا نسعدك في هذا المقام وفي هذه الساعة التي نرجو أن تكون ساعة إجابة. بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين له من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. عباد الله، هذا عبد من عباد الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنا نهدي الموتى ولكم ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا عبد من عباد الله، إن كان في حياة فهو الآن في الحياة البرزخية، وهو الخال إبراهيم كامل عثمان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إنا نكتب، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدم وآثار. إن كان هناك أثر فهذا المسجد من أثر الخال إبراهيم كامل عثمان رحمه الله. هذا من أثر إبراهيم كامل، هو خال أخينا الزليم فهم عارف زاروا الله خيرا وعن المسلمين. الله أكبر، الله أكبر. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا الدين. فهم عارف، هذا فهم عارف توفي والده وهو في بطن أمه لما رباه خاله تربية حسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المفقودة، أن يرحم المفقودة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعله مع النبيين والصالحين والرسل وحسن أولئك رفيقا، وأن يبارك في هذا الابن البار، وأن يجعله مطيعا طائعا، وأن يزيد في ماله، وأن يزيده بركة في ماله وفي ذريته، وأن يجعله ناصرا للإسلام والمسلمين. غفر الله المفقود. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن لا تدع في مذنب إلا غفرت، ولا هم إلا فرجت، ولا دين إلا خليت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ولا فيها صلاة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والصلاة والسلام على النبي الأمي المرسلين. الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استوفوا، اعتدلوا، استقيموا، صوفوا صفوفكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Pious Projects li أختنا ووالدتنا وفية عثمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البئر بركة لها في حياتها آمين وأن يجزي الله ثوابها بثواب هذا البئر آمين وأن يجعلها من الوارثين الذين يرثون الفردوس الأعلى آمين وأن يغفر الله لولده إبراهيم كامل عثمان آمين وأن يسكنها فسيح الجنات فيه آمين إنه ولي ذلك والقادر عليه ونوصيه أي نوصي أمنا وفيا بأن يصبر وأن يحتسب أن تحتسب عند الله سبحانه وتعالى بفقدان هذا الابن الغالي قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نرث الأرض ومن إنا نرث إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء فيه أحصيناه في سحب المؤمنين لا شك أن كل ما قدمه ابنك البار إبراهيم كامل عثمان رحمه الله لا شك أن كل ما قدمه للإسلام والمسلمين ستجدين إن شاء الله ثوابك فيه وأجرك فيه إن شاء الله والله الله سبحانه وتعالى لن يترى عملك قال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فقد إذا أحب قوما ابتلاهم فلا شك أن فقدك لابنك هذه لا تحسبنه إلا أنه حب من الله سبحانه وتعالى لك وسيضاعف أجرك أجرك بسبب فقدانك لهذا الابن البار غفر الله له وأسكنه في السجنات وجعله من نبيين وألهمك السلوى وألهمك السلوان إنا لله وإنا إليه راجعون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين. وعلى آل سيدنا محمد وسلم آمين. أعوذ بالله فاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
شكرنا واقدر بشكرنا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا دورت دربي شكرا شكرا يا رب هذا أهل سكان هذا أهل سكان الحارة من الشباب من الذين عملوا جادين مع البنائين في هذه الحارة الآن هو أمامنا سيتكلم عن شعوره بوجود هذا المسجد وبهذا البيت السلام عليكم now they are very very happy because they got a mosque from the Pious Project. They say to thank the Pious Project. They say to make blessing for the Pious Project. They say to thank the donor for this mosque. They say also to make bless for the donor also. So we are very happy. They got a water well with pump. And this water well with pump will help them to get clean water to get the water to pray, so they feel happy to get also that. So we thank very much the donor for that. We thank very much the first project. We thank the exit director Fahim Ara for this. And we don't forget also the man who died, Ibrahim Kamel. Ibrahim Kamel Othman. He's died. He's not in this life. And we may bless. They're going to bless. They're going to pray for him, and they will pray for him in this life. So we pray for Ibrahim Kamel Othman. We pray also for him. May Allah reward him. May Allah bless him. May Allah gives a paradise. May Allah gives him the paradise. So thanks forever. Thanks to the Prosperate. Thanks you of all of you. So very happy we are. May he rest in peace. Thanks for having me.